قبل نروح اليوم على فقرتنا ونشوف هالاسطوانات، يا سلام، ها يا 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 دق المهباش سميرة توفيق، وأيضا يا سلام سميرة توفيق، يا سلام شيء عجيب. واضح واضح الطروالي، حلو زين. خليني أقول لكم على شخصية من الشخصيات الجميلة اللي وثقت جانب وأخذ لقاءات في تلفزيون الكويت، رحمة الله عليه الشاعر الكبير مرشد البذال. مرشد البذال هذا الشاعر له تسجيل جميل مع يعني نخبة من أهل البادية، ويمكن شفناه في حلقة من الحلقات صفحات من تاريخ الكويت. بوريكم تسجيل من أجمل القصايد اللي سجلها هذا الشاعر في تلفزيون الكويت، نشاهد ولنعود. ما نبي نتعبك شوي. نعم. نبي عاد في ختام لقانا هذا تختار لنا قصيدة. في قصيدة عندك اللي يقول لولا الشعر ما تفرق من خواته. هذا طال عمرك، هذه في عيالي. نعم. لأن عيالي الله يرحمهم توفهم ثلاثة. الله يرحمهم. والكبير منهم كثير. نعم. يوم أقول يا الله يا رب ضعوف المساكين. سبحانه. يلي لها المخلوق يحسن صلاته. تستر على غوش صغار مكفين أكبرهم العارف دليل عصاته. لا يا عيالي كل أبوكم عزيزين، عند الناس كل وذاته، عندي غلاكم يدفن الشين والزين، وعند العرب كل شافق ملاته. يا عبيد أنا خابرك ورع الله الحين، عبيد أبو الرجال هذا. نعم. يا عبيد أنا خابرك ورع الله الحين، ولاني غشيم من بلقها الوظلماته، لا شك علمي لك محبة وتفطين تسمع الوالد وثبت وصاته. وصات مخلوق يعرف القوانين، ما زال عمره بيقه الولهياته. يا عبيد أبا وصيك مني بثنتين ثنتين هنسوى البشر وحسناته. أنذرك عن قرضة الحوم المغيبين، لا تجهر اللي غارز بغفلاته، ترى النميمة تمحق الرزق والدين والمنزل العالي تهدم طبقاته. ولا تحسب انه للظليمة بخيتين، كل يوافز ما فعل فيه وفاته. الظلم فن الظلم يفنى السلاطين، يا وين راه الظلم من زبلاته. ويعبيد واندرك عن حق الضعيف المسيكين، اللي على حقه يهل عبراته، ترى الضعيف اللي يغد الليل ليلين يدعو عند الله توافز دعاته. واندرك عن ربعة رفو من هياسين، اللي سوالفهم وده وهاته. اندرك عن ربعة رفو من هياسين، اللي بسوالفهم وده وهاته. ويا عبيد الأكشر لو صفالك نهارين نهار ثالث، قام يلهض قناته، والله يا عندي ربعت الناس الأقصين ولا صديق زني بيشك في حياته. وإنسان ما تدري ترى الناس دارين، العمر مدحة بالمجال اسطراته، رجل تعلق به رجال مسمين، عز الرفيز ولابته والحماته. ورجل تشوفه جسم وعيون ويدين ولا الشعر ما تفرق من خواته. والحلم وكم واحد بالبيت يضرب بسيفين، وان جاء حزم تسلم بعباته. والحلم عند الغيظ ينحى الشياطين، وكفيك شرب لي سود حراته. وسلام.